تأتيكم من يو تي في، أهلا بكم. أصدرت إدارة قناة يو تي في بيانا توضيحيا وتعقيبا حول الملابسات التي ترتبت على معلومات أدلى بها أحد ضيوف برنامج شهادات خاصة والذي عرضته القناة بتاريخ 23 من تموز الجاري، مؤكدة أن هناك لبسا وتشويشا وسوء فهم أحاط بمضامين الحلقة وما ورد فيها من معلومات. وجاء في بيان يو تي في: رصدنا باهتمام ومسؤولية الملابسات التي ترتبت على معلومات أدلى بها أحد ضيوف برنامج شهادات خاصة والذي عرضته قناة يو تي في بتاريخ 23 من تموز الحالي، وقد فوجئنا بمستوى اللبس والتشويش وسوء الفهم الذي أحاط بمضامين الحلقة وما ورد فيها من معلومات. إن برنامج شهادات خاصة يعتمد الشهادة ولا يركن في الرواية، وما تحدث به ضيف الحلقة هو شهادة أدلى بها بصفته شاهدا على أحداث عاشها بنفسه، ولم تصدر منه أي إساءة إلى الشهيد محمد باقر الصدر والذي نكن له ولسيرته أعلى درجات التقدير والاحترام. ربما تكون معلومة العثور على أموال في قاصة عثر عليها في بيت الشهيد الصدر هي التي أثارت حفيظة بعض المتابعين من غير أن يدققوا في قول الشاهد أكثر من مرة أن تلك المبالغ هي حقوق شرعية وصلت إلى السيد الشهيد ولم يتصرف بها بعض، ما يعكس مستوى نادرا من الزهد والعفة والتسامي للشهيد الصدر والذي هو ليس بحاجة إلى من يشهد له بذلك. نؤكد هنا أن برنامج شهادات خاصة قد ترك الباب مفتوحا لكل من يمتلك شهادة تكشف جوانب غامضة من تاريخ العراق من دون التوقف عند هوية الشهود وانتماءاتهم الحزبية والدينية والمذهبية، ونكرر أن حق الرد مكفول لمن يرغب به أو من يمتلك معلومات تصحح أو تصوب ما يرد فيه على ألسنة الشهود من معلومات. ويتذكر الجميع أن برنامج شهادات خاصة كان قد استضاف الشيخ محمد رضا النعماني قبل سنوات، وقد تحدث بكل حرية وإسهاب عن تجربته مع الشهيد الصدر من دون أن تحذف كلمة واحدة من حديثه، وقد شغلت شهادات انتشارا واسعا وحصدت مئات آلاف المشاهدات. تنتهز قناة يو تي في هذه الفرصة لتؤكد أنها انطلقت لتكريس قيم ومبادئ الإعلام الوطني الحر النزيه والذي يحرص على صيانة مصالح العراق والذود عنها، مثل حرصها على تعظيم الرموز الوطنية والدينية وتبجيلها وعدم السماح تحت أي مسوغ للمساس بها، وأن الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في مقدمة تلك الرموز العظيمة التي يعتز بها العراقيون على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم.